التالت طاهر بس. انت دلوقتي جبت فرخة، يا رب ارزقنا، وحطيتها في المية، مية حلوة زي الفل، يجوز الوضوء منها ماشي، بس حطيت الفرخ، فراحت عملت ايه بعد ما استوت؟ مرق. وطبعا انتوا عمركم ما شفتوا فرخ. الفرخه لما تحطوها يا اولاد في الميه قوم تعمل ايه؟ مرق. انت دخلت عشان تتوضى لقيت الميه مقطوعه، وقدامك الحله اللي فيها الفرخه اللي في المرقه، والمرقه بردت، هل يجوز ان انت تتوضى بيها؟ السؤال اهو. ولا المرقه ما ينفعش تتوضى بيها؟ وليه؟ ما هي ميه، دي هي من 10 دقايق قبل السوى كانت ميه، فلا ما ينفعش. ليه؟ قال لانها طاهره غير مطهره. طب ليه هي طاهره وغير مطهره؟ قال لانه فقدت صفه من صفاتها. الميه ليها لون شفاف، ليها ريحه ملهاش، ليها طعم، ليها جرم، والبتاعة دي ما هيش مية، ما هيش المية اللي أنا بشربها، دي مرقة. يبقى دام تغيرت في أحد الحاجات دي وتغيرت بطاهر، ما الفرخة طاهرة، بدليل إن أنا هشرب المرقة وهاكل الفرخ، وبالهنا والشفا. يبقى إذن طاهر مطهر غير مكروه، طاهر مطهر مكروه لأنه مشمس، طاهر بس. رحت رامي مية على الأرض ومسحت الأرض، بعد ما مسحت الأرض الخيشة، كان اسمها الخيشة زمان، دلوقتي بيبيعوا بتاع كده ب80 جنيه، ب82، ما انا اللي بدفع في الاخر، بتاع كده يمسحوا بيها زيتها منه فيه. لا، زمان كان فيه قال ايه خيشه، وانك تسيق المكان، سيقته وحطيت في الطبق ميه، ميه دي مستعمله، دي نفسك حلوه عايز تتوضى منها، ما ينفعش، ما ينفعش تتوضى منها. ليه؟ لأنها طاهر غير مطهر. ما دي طاهرة على فكرة، لو جت على هدومك ما يجراش حاجة، لكنها لا تطهر الحدث اللي عليك أو النجاسة وكذا إلى آخره.